في موضوع آخر، وفي رأس الخيمة دشن مشروع محطة غليلة الجديدة لتحلية المياه في الإمارة، والتي تعد أكبر محطة تقنية خضراء مقاومة للتلوث تنفذها الهيئة. وتبلغ طاقة إنتاج المحطة 15 مليون جالون يوميا وبتكلفة 320 مليون درهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي. بتكلفة 320 مليون درهم، افتتح معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء محطة غليلة لتحلية مياه البحر في رأس الخيمة بطاقة إنتاجية تبلغ 15 مليون جالون يوميا، لتضاف إلى المحطة القديمة بإجمالي 18 مليون جالون يوميا. شيدت المحطة بمواصفات صديقة للبيئة، وزودت بنظام داف لمواجهة الملوثات والظواهر البحرية المفاجئة مثل المد الأحمر والتسربات النفطية وغيرها. احنا ننظر ان هذه المحطات هي راح تكون مستقبلنا، وهذه المحطات ميزتها انها توفر في الطاقة. احنا صار لنا فترة يمكن سنتين نتكلم عن ان نريد الجمهور يوفرون استهلاك الكهرباء والمياه. هذه المحطة تقدم نموذج في تقليل استهلاك الكهرباء لتحلية المياه. محطة تأتي ضمن توجيهات الحكومة للحفاظ على المياه الجوفية كمورد مهم للأجيال القادمة، وقد أوقفت الهيئة نحو 80% منها، والتي كانت تستخدم في إنتاج المياه المحلى. وفي ظل احتياجات رأس الخيمة إلى تلك المياه، ستغطي المحطة جانبا كبيرا منها، فيما توفر شبكة كهرباء ومياه أبوظبي بقية الإمدادات. اليوم نحن وقفنا المياه الجوفية يعني بصورة كبيرة، يمكن اليوم نستخدم بعض الكميات البسيطة من المياه الجوفية لأجل الخلط فقط، فبالتالي الاعتماد أصبح كليا على المياه التحلية، مياه تلظح العكسي. يرتبط بالمشروع خزانات سعتها 20 مليون جالون يوميا، توفر تخزينا استراتيجيا لمدة يومين، وترتبط بمحطة ضخ بسعة 33 مليون جالون بلغت تكلفتهما 75 مليون درهم. باعتبارها من أحدث مشاريع الهيئة في مجال التحلية وأكبرها، فإن تكلفة إنتاجها أقل من المحطات الأخرى، وبالتالي فلن تكون مسببة للتلوث الكيميائي أو الحراري للبيئة المحيطة بها، وبلا شك ستسهم في سد احتياجات المنطقة من المياه والحفاظ على مخزون المياه الجوفية في الدولة. أحمد الطنيجي لنشرة علوم الدار، رأس الخيمة.